بين إصرار البارتي وتمسك اليكتي، الحزبان الكرديان يواجهان طريقا شائكا نحو قصر السلام، والإطار يحملهما مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة. لإذابة الجليد بين القطبين الإقليميين، الكاظمي يزور الرياض بعد مباحثاته الأخيرة في طهران، وإيران تعلن قبولها بتطبيع العلاقات مع السعودية. إضراب أصحاب المولدات الأهلية يغرق عددا من محافظات البلاد بالظلام، ومجلس الوزراء يقر حزمة من الإجراءات لزيادة تجهيز الوقود. بخروق جوية وبرية، صواريخ أنقرة تستهدف من جديد محافظة دهوك، والاتحاد الوطني يصف الوجود التركي في شمال العراق بالاحتلال. أهلا بكم في جولتنا الإخبارية. ما يزال الخلاف الكردي حول منصب رئيس الجمهورية قائما في ظل تمسك كل طرف بمرشحه للمنصب. جدد الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية كونه استحقاق المكون الكردي وفقا لتعبيره. النائب عن الاتحاد كروان ياريس كشف عن وجود طريقين لحل الأزمة مع البارتي. الأول هو الاتفاق على مرشح واحد لكرسي الرئاسة، والثاني يتمثل بالانتخابات داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن حزبه لا يزال يرى برهم صالح مرشح الفضاء الوطني للمنصب. في الطرف المقابل، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن جولة المفاوضات بشأن مرشح رئاسة الجمهورية ستبدأ بعد عيد الأضحى. المتحدثة باسم كتلة الحزب في البرلمان فيان دخيل ذكرت أن حسم المفاوضات مع الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون بعد عطلة العيد، وذلك للذهاب إلى البرلمان بمرشح واحد لرئاسة الوزراء. وأشار الدخيل إلى أن رئيس الحزب أو لرئاسة الجمهورية ربما، ودخيل إلى أن رئيس حزب مسعود برزاني في اجتماع مع كتلة الديمقراطي أكد على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار ثلاثة مبادئ هي الشراكة والتوافق والتوازن خلال التحالفات. هذا وحمل ائتلاف دولة القانون الحزبين الكرديين مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة. وقال النائب عن دولة القانون جواد الغزالي إن أكثر ما يعطل الإطار عن تشكيل الحكومة هي المفاوضات الجارية بين الأحزاب الكردية على تحديد شخصية رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن التنسيقي لديه تحرك مع الأحزاب الكردية في مفاوضات الاتفاق على مرشح تسوية وإنهاء الخلاف على منصب رئيس الجمهورية والمضي في تشكيل الحكومة. وفي ملف تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء القادم، كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي عن طرح 10 أسماء لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة. وقال العتبي إن الحراك النيابي بشأن تشكيل الحكومة يمضي بوتيرة متسارعة، وهناك اجتماعان مهمان سيعقدان خلال الأسبوع الجاري مع ممثلي قوى سياسية، مشيرا إلى أن التفاهمات ستكون أكثر وضوحا بعد عطلة عيد الأضحى، وربما يصدر أول إعلان رسمي عن تفاهمات مهمة مع قوى سياسية متعددة في طريق الاتفاق النهائي على تشكيل الحكومة. يستمر الإطار التنسيقي بإدارة دفة الحوار السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة على أمل أن يتوصل إلى اتفاق يقرب جميع وجهات النظر المتضادة حول نقطة مشتركة واحدة. مستمرة هي الحوارات التي تجري بين الكتل السياسية بقيادة الإطار التنسيقي الراعي لمشروع التوافقية على المنهجية التي ستتشكل على أساسها الحكومة المقبلة، ولكن لا مخرجات رسمية نتجت من سلسلة المفاوضات التي عقدت مرات كثيرة. الحوارات الحالية التي تجري بين الكتل السياسية توحي
بأن هناك توافق سيحصل بين كل الأطراف السياسية وتحديدا مع الحزب الديمقراطي وتحالف سيادة. لا يوجد شيء رسمي حول معادلة تشكيل الحكومة القادمة، الكل ينتظر أن تكون الحكومة ملبية للطموحات. اللجوء إلى قوة وتأثير الجماهير الشعبية هو طريق التيار الصدري مستقبلا، بعد أن ابتعد عن المعادلة السياسية وترك قرار تشكيل الحكومة القادمة للإطار التنسيقي وبقية الأطراف المؤيدة للشراكة في الإدارة الحكومية المقبلة. اليوم التيار الصدري بدأ يلوح بأنه سيتبع خطوة أخرى بعيدة عن السياسة، بعيدة عن العمل السياسي، ولكنها ليست بعيدة عن الشارع العراقي. لذلك التلميحات الأخيرة بأن هناك حراك شعبي ربما سيكون ورقة ضغط على الإطار التنسيق الذي يسعى بكل قوة من أجل تشكيل حكومة توافق وشراكة. التيار لوح بأن موقف التدخل بالخريطة السياسية أصبح من صلاحيات جماهيره وأنصاره، وهذا يعطي مؤشرا على أن خيوط الاحتجاج ستكون حاضرة تراقب كل خطوة تسيرها الجهات السياسية بنظر متابعين. حلقات المشهد السياسي لم تتوحد بعد بإصدار قرار نهائي يقضي بتشكيل حكومة جديدة يتبنى صياغتها الإطار التنسيقي، وتتشارك معه الأقطاب السياسية المرحبة بمشروع التوافقية القادم بالرغم من زخم الحراك وجولات الحوار المتعددة. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. نناقش هذا الملف مع ضيفنا داخل استوديو أخبار الرابعة، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مهدي عبد الكريم. بداية نرحب بحضرتك، تشرفنا بك وشكرا لك لحضورك. أهلا بك. إذن رغم الاجتماعات والمفاوضات المكثفة، لكن حتى اللحظة لم يحسم المنصب الفخري، من المسؤول على عدم حسم هذا الملف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك وقناتك ومشاهديك الكرام المحترمين. حضرتك تعرفين انه اساسا كانت يعني قطيعه لمده 5 أشهر اكثر، يعني بينه وبين الاخوه، خاصه الاخوه في الاتحاد. والحمد لله والشكر قبل حوالي شهر اكثر بدت هذه القطيعه وكسر الجمود وبدت المباحثات، واعتقد ليس مشكله فقط يعني مشكله رئاسه الجمهوريه بينها موجود، ولكن هناك كثير من المشاكل الموجودة في إقليم كردستان مع بقية الأحزاب، وتم وضع آليات عمل وحل لهذه المشاكل بتشكيل لجان متخصصة لهذه، إن كان الانتخابات، إن كانت النفط والغاز، إن كان الرواتب، كثير من، ومن ضمنها ما ذكرتي رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية أعتقد هو أساسا تعرفي جنابك ليس لحزب ولا لشخصية، ولكن للمكون الكردي بشكل عام. وهذا ما ارتأى حزب الديمقراطي الكردستاني في هذه المرحلة أن يكون من نصيبه في هذه المرحلة، باعتبار من 2006 إلى يوم هذا أنه لدى الأخوة في الاتحاد، وكانت رؤية الديمقراطي أن يكون من نصيبه من أجل تفعيله، من أجل أن يعطي روح جديدة لهذا المنصب. ولكن لحد هذه اللحظة الأول الأمر متروك إلى القيادة والزعيم مسعود البرزاني، وهناك مباحثات جادة ستكون بعد العيد حسب ما تم تصريحه خلال اليوم أمس للزعيم مسعود البرزاني، أنه ستكون المباحثات الجادة وخاصة بخصوص رئاسة الجمهورية بعد انتهاء العطلة التشريعية والعيد إن شاء الله، وستكون نهاية لهذه المشاكل إن شاء الله. طيب، هناك مقترح من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني أن يأما الدخول بمرشح تسوية أو الدخول بمرشحين كما حدث في 2018. أتساءل، هل سنشهد بهذه المباحثات ربما وبهذا الأسبوع الحاسم ربما يعني الدخول بمرشح تسوية، أم سنشهد سيناريو 2018؟ يعني هو هذا السيناريو الثينات المطروحة أساسا من قبل، يعني أكثر منذ بدء المباحثات بينه وبين الأخوة في الاتحاد. ولا سمح الله، أسوأ الاحتمالات وكان أنه ندخل إلى قبة البرلمان بمرشحين، وهذا ما حدث أيضا. يعني في 2018 عندما كان لدينا مرشحين دكتور برهم ودكتور فؤاد حسين، واللي جرى وباركنا عملية طبيعية وديمقراطية. أيضا في هذه المرحلة أعتقد خلال الأيام القادمة إذا لم يتوصل لا سامح الله إلى شخصية، وأعتقد هناك أمل وهناك بارقة أمل أنه تكون هناك الاتفاق على شخصية واحدة، وهو ما يطمح له الطرفان أيضا. نعم. أنه يكون لدينا مرشح واحد ويتم الاتفاق عليه والذهاب إلى مجلس النواب،
وإذا لا سامح الله سيكون أمر جدا طبيعي أنه يذهب إلى قبة البرلمان يكون كلمة الفيصل لأعضاء مجلس النواب، واللي يفوز نقول له مبروك وتنتهي المشكلة. طيب ربما يعني الديمقراطية الكردستاني ألا يخشى أنه في حين الدخول بمرشحين اثنين، المرشحة برهم صالح والمرشحة ريبر أحمد، ربما قد تميل الحظوظ إلى السيد برهم صالح لكونه يعني الإطار التنسيقي ربما يدعمه؟ حقيقة هذا الأمور يعني قبل ما كانت لتغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر، تعرفين مدى تأثير ومدى قوة ومدى مقبولية سماحة السيد مقتدى الصدر في حتى في تغريداته، وإن كان بعيد عن العملية السياسية وهو الغائب الحاضر المتواجد، أعتقد تغريدته كانت لها تأثير كبير أولا لمقبولية الدكتور برهم صالح مع تحفظنا يعني لمقبوليته حتى في الفضاء الوطني، وأعتقد كانت نسبة كبيرة جدا من حظوظ الدكتور برهم صالح أصبحت ضعيفة في هذه المرحلة، وإن كان حتى في داخل الأخوة في الإطار يعني لديهم تحفظ كبير على كان سابقا والآن. نعم. ولكن نقول عليه أنه كلمة الفيصل ستكون إذا ما وصلنا إلى مرشحين لا سامح الله ولم نتوصل إلى شخصية واحدة، ستكون كلمة الفيصل للأعضاء مجلس النواب وليس لكتلة واحدة. طيب يعني أنتم ربما تعولون أنه في التغريدة الأخيرة لسماحة السيد الصدر أنها كان لها وقع ربما بالتأثير على حظوظ السيد برهم صالح، يعني خصوصا أن هناك من أحد القياديين في الديمقراطية الكردستانية عبر أنه ودع برهم الوداع الأخير، هكذا كان. شوف ليس فقط يعني سابقا كان هو أعتقد من أعطى العفو عن يعني مجرم أو تاجر مخدرات، وكانت هذه الضربة الأولى، ولكن الضربة الثانية كانت هي أيضا عدم توقيعها إلى قانون التجريم مع الكيان الصهيوني، وهذه أعتقد إضافة إلى أنه كانت الواقع الأكبر هي تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر باعتبار له تأثير حتى على أعضاء مجلس النواب اللي كانوا مستقلين، إن كانوا حتى في داخل أخوة في الإطار، باعتبار أنه لديه قوة لديه شارع ممكن يثير الشارع بإعادة انتخابه مرة ثانية. نعم، خصوصا عبارة الجهوزية في الآونة الأخيرة ربما تثير الشارع، وهذا أنا أعتقد يعني شوفي مع كل حب والتقدير هذا أعتقد سوف يعطي إن كان جهوزية لمظاهرة، أعتقد وقوف سماحة السيد مقتدى الصدر والكتلة الصدرية في هذا الجانب سوف يعطي حافز للكتل الأخرى وخاصة الإطار التنسيقي من أجل أن يكون أن يشكل حكومة خدمية قوية تستطيع أن تقف أمام التحديات التي تواجه البلد إن كانت اقتصادية سياسية اجتماعية إلى آخره، لأنه سيكون مقابلة الشارع اللي يراقبه في كل عملية ويجب أن ينجح في هذا المرحلة. طيب إذا الإطار التنسيقي ربما سنمضي بحكومة يعني تبيض الأيام السوداء، هكذا ما تم التعبير به، هل تعولون على تشكيل الحكومة وأين الديمقراطية الكردستاني من هذه الحكومة؟ أولا جناب الشعرف أنه الخطوط العريضة والثوابت اللي وضعها أولا المكتب السياسي والزعيم مسعود البرزاني إلى ثوابت الحزب الديمقراطي الكردستاني واضحة، والمبادئ اللي يعتمد عليها التوافق الشراكة التوازن أعتقد حتى قبولها من لدى الأخوة في الإطار، المباحثة ستكون بعد العيد وهذا ما صرح به، ستكون حكومة يجب أن تكون حكومة قوية، يجب أن تكون حكومة خدمية مثل ما أعلنوا عنها باعتبار أنه لا الشارع يتحمل ولا أنه هناك أمامك تحديات كبيرة، وإذا كانوا الأخوة صادقين في أن يكونون ينجحون في هذه المرحلة يجب أن يكون لديهم قوة إرادة وقوة قرار وحكومة قوية، لأنه لديهم شارع ينتظر أي خطأ لا سامح الله من أجل إسقاط هذه الحكومة. موقفنا جناب الشعرف أنه ثوابتنا موجودة أولا أن يكون تطبيق الدستور بحذافيرة بدون الانتقائية، لأنه كل فقرات الدستور إذا طبقت لن تحدث أي مشكلة بين الإقليم والمركز باعتبار كل الفقرات الموجودة إن كانت النفط والغاز إن كانت مادة 140 كانت الرواتب كل هاي موجودة داخل الدستور وضمن الدستور، فإذا الأخوة كانوا صادقين إن شاء الله صادقين ويطبقون هذا سنكون مع حكومة قوية مشاركة قوية. شكرا لحضرتك عضو الحزب الديمقراطية الكردستانية السيد مهدي عبد الكريم، شكرا لحضورك، شكرا تشرفنا بك، شكرا لك، شكرا جزيلا.
إذابة الجليد بين القطبين الإقليميين. الكاظمي يزور الرياض بعد مباحثاته الأخيرة في طهران، وإيران تعلن قبولها بتطبيع العلاقات مع السعودية. قبل ذلك، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن المرحلة القادمة ستشهد حملة إعمار وتقديم الخدمات واستيعاب الطاقات الشابة في قطاعات العمل العامة. المالكي وخلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفاليه شدد على أهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس في مختلف المجالات، سيما القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفق أحدث النظم العالمية. من جانبه أعرب سفير الجمهورية الفرنسية عن تقديره للعراق وحرص قيادته على تقوية العلاقات مع فرنسا وزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات. في ملف التقارب السعودي الإيراني، أفادت مصادر دبلوماسية سعودية بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيصل في وقت لاحق من اليوم إلى مدينة جدة للقاء ولي العهد محمد بن سلمان. وذكرت المصادر أن الكاظمي سيطلع على القيادة السعودية على موقف طهران من أجندة المفاوضات مع رياض للوصول إلى حل نقاط الخلاف بين البلدين. وكان محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد استقبل رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له السبت الماضي في الديوان الملكي في جدة. من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الليهان قبول بلاده بتطبيع العلاقات مع السعودية بناء على وساطة عراقية. عبد الليهان أشار إلى الرسالة التي حملها رئيس الوزراء مصطفى من السعودية إلى إيران بأن طهران ترحب بعودة العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها وترحب بإعادة فتح السفارات وبدء الحوار السياسي. وتابع أن بلاده ترحب بتقوية وتعزيز العلاقات بين طهران والرياض والتي تعود بالنفع على المنطقة والعالم الإسلامي. يبذل العراق جهده في سبيل ترطيب العلاقات بين جاريه الإيراني والسعودي، جهود يبدو أنها استطاعت في أولى جولاتها تحقيق تقارب في وجهات النظر بين القوتين الأكثر تأثيرا في المنطقة. المسافة باتت أقرب من أي وقت مضى بين الطرفين، هكذا وصف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقة بين القوتين الإقليميتين طهران والرياض بعد جولات عديدة من الحوارات غير المباشرة وحتى المباشرة. العراق وبعد أن كان مقيدا على صعيد الحراك الخارجي بات يلعب دورا محوريا فيما يتعلق بتطبيع الأوضاع في المنطقة وخفض التصعيد فيها، لا سيما في الملف السعودي والإيراني الذي تفاقم منذ العام 2016. أنتجت أولى جولات الوساطة بين طهران والرياض تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ثم تلتها جولات متتالية استطاعت إذابة بعض الجليد الذي تراكم خلال سنوات تقطع العلاقات بين الجانبين ليصل ذروته قبل أقل من أسبوعين خلال زيارتين فاعلتين للكاظمي للرياضي ثم طهران، حيث تزاحمت التفسيرات للكشف عن النتائج التي سيفرزها هذا المسعى، والذي تكشف بعد إعلان العراق استعداده لاستضافة جولة محادثات جديدة بين إيران والمملكة العربية السعودية. إعلان تبعه تصريح من وزير الخارجية الإيراني مؤكدا قبول الوساطة العراقية وكاشفا عن استقبال طهران رسالة قادمة من الرياض حملها رئيس وزراء العراق تؤكد على ضرورة تطوير العلاقات بين بلدين والانتقال إلى مرحلة من العلاقات تسهم ببلورة جهود بغداد بخفض التصعيد في المنطقة. الجهود الدبلوماسية للعراق أثارت العديد من الاستفهامات والتساؤلات حول إمكانية نجاحها في إيصال بلديه الجارين إلى جدة الوفاق، وإن كانت ستسهم بتحقيق سلام دبلوماسي طويل الأمد بين الجانبين. نفتح هذا الملف مع ضيفنا رئيس منتدى الخبرة السعودي السيد أحمد الشهري. بداية أرحب بحضرتك سيد أحمد. أهلا وسهلا نرمين.
حياك الله. إذن نشكرك على قبولك الدعوة، وأبدأ بخمسة جولات من الحوار وزيارات ولقاءات تبناها العراق لترطيب الأجواء ما بين السعودية وإيران. ربما خففت من الاحتقان، لكن أتساءل هنا كيف تجدون العراق باستلامه هذا الدور وتناوله لهذا الملف؟ أحييك أستاذة نرمين وأحيي الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أولا ما في شك أنه العراق بتاريخه وبحضارته وبقوته الجغرافية والتاريخية والشعبية هو كان ولازال، ونتمنى إن شاء الله أنه يستمر في لعب دور محوري على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإسلامي وعلى الصعيد الدولي. ولذلك الدور الذي يقوم به الآن هو دور طبيعي ينطلق من أهمية العراق ومن قرب العراق كجار للمملكة العربية السعودية، وإننا نتمنى أن مشاكله الداخلية قد تنحل، ونتمنى أن يكون هناك حكومة وانتخاب رئيس برلمان وانتخاب رئيس دولة حتى يتفرغ الرئيس، لأنه لا زال الآن رئيس الوزراء رئيس حكومة تصريف أعمال، وهذا الحقيقة ربما يخفف أو يقلل من دور المنوط به سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الخارجي. نتمنى أن العراق إن شاء الله يخرج من أزماته الداخلية ومن المشكلات الداخلية. السيد الكاظمي في اعتقادي هو يقوم بمهمتين مزدوجة. المهمة الأولى هي أعتقد أنها هي الأساسية في هذا التوقيت بالذات، أنه استباقا لزيارة السيد الرئيس الأمريكي بايدن إلى المملكة العربية السعودية، قبل ذلك إلى إسرائيل، وهي كما تعلمين أنها زيارة أمنية كما أدعى، وهو يقصد فيها أمن الشرق الأوسط بشكل عام، وأنا أقصد وأعتقد أنها يسعى إلى أمن إسرائيل. وهذا الهاجس هو قد أوجد شيئا من القلق لدى إيران، وبالتالي تخشى أنه يطبخ في هذا الاجتماع الذي دعيت إليه العراق ومصر من خارج المنظومة الخارجية، أنه يطبخ في شيء ضد إيران، وبالتالي إيران ضغطت على العراق أولا للتحفظ على حضوره، وأيضا وضع خطوط له في أنه لا يصوت أو يتفق على شيء ربما يسيء إيران. وأنا أعتقد أن هذا لن يحدث، لأن المملكة العربية السعودية مسبقا لن تدخل في أي تحالف ولن تدخل في أي شيء يفرض من الخارج، سواء ضد إيران أو ضد أي دولة في الإقليم. الهاجس الثاني وهو الذي يريد السيد الكاظمي أن يحمله هو مواصلة المشاورات التي كانت قد بدأت في بغداد وختم منها خمس أو ست لقاءات لم تسفر عن أي نتائج. نتمنى أن إيران حقيقة تلتقط مثل هذه الجهود وتلتقط هذه الروح الطيبة من السعودية ومن الإقليم العربي في أن تعود كشريك في العالم سيد العربي أحمد. الإسلامي في إدارة واضح تستفيد من التجربة التركية. التجربة التركية هي التي يمكن أن تستفيد منها إيران. طيب واضح. إذا نفخر بجارتين إيران والسعودية بكل تأكيد، لكن زيارة أخرى ربما من قبل رئيس وزراء العراق ربما اليوم إلى السعودية تندرج في إطار المحادثات التي أجرتها الرياض وطهران. أتساءل الزيارة الأخيرة حملت رسائل ومثل ما ذكرت حضرتك هواجس أيضا، لكن أتساءل هل سنشهد فعليا فتح السفارات بين السعودية وإيران، ربما محادثات وتهدئة جدية أكثر، خصوصا أن إيران ذكرت بأنها ترحب بإعادة فتح السفارات وبدء الحوار السياسي مع السعودية؟ أحسنتي، سؤال مهم الحقيقة. هذا السؤال الإجابة الحقيقية لهذا السؤال هي في طهران. المملكة العربية السعودية ومنذ سنوات طويلة، وقد تحدث ذلك على المرحوم رحمه الله الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عندما قال دائما أيدينا ممدودة لإيران. نحن لا نريد من إيران إلا أن تحكم حكم الدولة وأن تحترم الحدود وأن تحترم المواثيق والمعاهدات وأن تكون على تدخل. هناك ملفات أكيد أنه حملها السيد الكاظمي معه إلى طهران. وضع في اليمن، تعلمين أنه هناك دعم لا محدود للميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن التي تمارس
الاحتلال العاصمه واطلقت على المملكه العربيه السعوديه اكثر من 800 صاروخ ومعظمها ايراني، الطيران المسير ايراني. كذلك ايضا لبنان كما نشاهده الان هو جريح بتغول حزب الله. ايضا عراقكم العظيم الكبير الذي انا احبه كما احب السعوديه ايضا يعاني من ديشيات في الداخل واسلحه في الداخل وولاءات في الداخل تعطل تنميته، كذلك الوضع في سوريا. اعتقد هذه الملفات اذا التقطتها ايران ونظرت اليها نظره عمليه وليس بالشعارات، انا متاكد انه الثغرات سوف تفتح خلال 72 ساعه، وايضا العلاقات الاقتصاديه والسياسيه ستفتح ايضا سريعا. ليس لنا اي طلبات اكثر من هذه الطلبات يا استاذ نرمين، وليس لدينا اي مشاكل مع ايران الا هذه المشاكل وهو التدخل في الشؤون الداخليه للوطن العربي، ومن ضمنها مشكله اليمن التي سارت سبع ثمان سنوات ونعاني منها. الموضوع بيد الحكومه الايرانيه، اذا تقبلت هذه الطلبات وهي طلبات مشروعه انا متاكد ان العلاقات ستعود سريعا. طيب، استثمر الحديث معك بهذه النقطه سيد احمد، ربما المباحثات الحاليه وتقارب وجهات النظر بين ايران والسعوديه ربما يعود هذا التوقيت بالنفع على ايران لكونها الان تجري المباحثات النوويه وتعول ربما على ايقاف العقوبات وما الى ذلك، وايضا بالنسبه للعراق هذا التوقيت مهم لكونه يعود عليه بالنفع كدور ريادي مهم في المنطقه، لكن اتساءل التوقيت وأهميته بالنسبة للسعودية، ما أهمية هذه المباحثات بالنسبة للسعودية وكدور مهم خصوصا أنه يسبق قمة جدة؟ تفضل. التوقيت بالنسبة للسعودية لا يعني شيء، لأنه المباحثات كانت قد بدأت من عدة أشهر في بغداد وممكن أن تستمر لأشهر كثيرة. التوقيت هو هم إيران، لأنه بايدن جاء وفي جعبته الكثير ربما من الملفات التي قد ربما تقلق إيران، خصوصا أنه مفاوضات فيينا لم تسفر عن أي نتائج إلى الآن، وربما أنه الآن التوتر في أشد ما بين إسرائيل وإيران، ربما أنه الولايات المتحدة الأمريكية وفي ضوء أخضر منها أنه قد ربما يكون هناك ضربات موجهة من إسرائيل إلى المنشآت النووية الإيرانية نتيجة تعثر المفاوضات، وبالتالي التوقيت الحقيقة هو في صالح الجميع. أتمنى أنه إيران أن تستفيد من هذه الزخم السلمي وأن تقبل المفاوضات، وأيضا مفيد بالنسبة للعراق حتى أنه يخرج من أزمات الداخلية. طيب، رئيس منتدى الخبرة السعودي السيد أحمد الشهري، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا وعلى هذه التفاصيل. إضراب أصحاب المولدات الأهلية يغرق عددا من محافظات البلاد بالظلام، ومجلس الوزراء يقر حزمة من الإجراءات لزيادة تجهيز الوقود. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المضي بمشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، مضيفا أن العمل جاري ضمن خطة الحكومة على استراتيجية جديدة لتوفير الطاقة وفق مجموعة من الظروف والشروط. الكاظمي خلال افتتاحه محطة ميسان الاستثمارية قال أن المحطة ستنتج بحدود 750 ميجاوات، وهي إضافة نوعية للشبكة الوطنية، وستكون ميسان المستفيد الأول. محطة ميسان الكهربائية، هذه المحطة التي تنتج بحدود 750 ميجا واط، وهذه إضافة نوعية للشبكة الوطنية لنقل وتوفير الطاقة لكل محافظاتنا. قد تكون محافظة ميسان المستفيد الأول، ولكن في نفس الوقت ستكون داعمة للشبكة الوطنية الكهربائية. هذه المحطة التي تستخدم الغاز المحلي من حقول الغاز في محافظة ميسان، وهذا تطور نوعي جديد، تطور في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء، هذا سوف يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز
والكهرباء المستورد. نتفتح اليوم هذه المحطة، وقد فتحنا في الأشهر الماضية محطة الناصرية وسامراء والمثنى، وقريبا سوف نفتح محطة عكاز وكذلك تطوير محطة الأنبار. مع دخول العراق ذروة فصل الصيف، عمد بعض أصحاب مولدات الكهرباء الأهلية إلى رفع سعر الأمبير وإطفاء مولداتهم بحجج عديدة، أبرزها ارتفاع سعر الوقود. شهدت معظم مدن محافظتي بابل والأنبار انقطاعا تاما للتيار الكهربائي، تزامنا مع إضراب أصحاب المولدات الأهلية جراء ارتفاع سعر الوقود المشغل قياسيا بسعر الأمبير. وقالت شبكة مراسلي الرابعة إن الأحياء السكنية التابعة لمحافظتي بابل والأنبار شهدت ظلاما دامسا وسط مناشدات أطلقها سكان تلك المناطق بإيجاد حلول سريعة وعاجلة لعودة أصحاب المولدات الأهلية بتغذية المدن والأقضية. حزمة من التوصيات أقرها مجلس الوزراء لمواجهة مشكلة تجهيز المولدات الأهلية بالوقود، في وقت يشكو مواطنون من ارتفاع سعر الأمبير إلى أكثر من 25 ألف دينار بسبب عدم التزام أصحاب المولدات بهذه القرارات. بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد وتراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، يرفع أصحاب المولدات الأهلية سعر الأمبير حتى تجاوز في بعض مناطق العاصمة بغداد 25 ألف دينار للأمبير الواحد، الأمر الذي أثار سخطا شعبيا واسعا. وفي الوقت الذي يشكو الأهالي من هذه الأسعار، يحتج أصحاب المولدات الأهلية ويضربون عن التشغيل لعدم توفر مادة الغاز بالأسعار التي يرونها مناسبة. وفي أول إجراء حكومي أقر مجلس الوزراء حزمة من التوصيات تخص زيادة تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالوقود وتخفيض سعره، من بينها تخفيض سعر الوقود المجهز لهم إلى 250 دينارا للتر الواحد، وقيام وزارة النفط بفتح منافذ في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم لبيع مادة الغاز إلى أصحاب المولدات لسد احتياجاتهم من الوقود، إضافة إلى فتح التسجيل للمولدات غير المسجلة لشمولها بحصة الغاز وفقا لحاجة الأحياء السكنية الجديدة. قرر مجلس الوزراء عدة قرارات، أهمها اعتماد سعر الوقود المجهز بمبلغ 250 دينار لللتر الواحد إلى أصحاب المولدات لتجهيز المواطنين كافة بالكهرباء لساعات انقطاع الطاقة الكهربائية، كذلك زيادة كمية الوقود المجهزة لأصحاب المولدات الأهلية. وبينما تؤكد الجهات المعنية مرارا وتكرارا على مراقبة سعر الأمبير وتتوعد المخالفين بمحاسبتهم وفق القانون، يواصل أصحاب بعض المولدات رفع سعر الأمبير من دون أي رادع. مصطفى حسن، الرابعة. إذن مشاهدينا الكرام، نستفهم عن هذا الملف مع أحد أصحاب المولدات الأهلية في بابل السيد محمد الجراح. بداية أرحب بحضرتك سيد محمد. حياك الله. إذن عدم توفر كميات من الغاز ربما دعتكم إلى اتخاذ هكذا إجراء وأيضا إلى إطفاء المولدات في المحافظة والإضراب عن العمل، أتساءل هل هناك أسباب أخرى؟ الغاز ما وفره للمولدات الأهلية، بالعكس الغاز وقف نفس الوضع ونفس الزجمة لحد الآن. الغاز اللي يطول المولدات الأهلية فقط الغاز اللي يأمرون تشغيله من 12 الظهر لحد 12 بالليل، يزيدون بهاي الكميات ويصير تشغيل طبيعي وماكو اي تلسؤ بهذا الموضوع. بس احنا المعترضين عليه اللي هو المحلات التجاريه والاسواق والخط الذهبي، لحد الان ما حلوا ازمه الغاز نهائيا، لا انطونا الغاز التجاري ولا فتحوا لنا منافذ ولا خلونا نشتري غاز من الاسواق التجاريه براحتنا، لانه مراقبين جدا مراقبه قويه على شغلة شراء الغاز للمولدات. فما أعرف يعني إحنا يجب نأتي تشغيل ويفرضون علينا عقوبات
بالتشغيل الذهبي والمحلات التجارية، والدولة ما دعمتنا بغاز نهائيا، فما أعرف شو يريدون يشغل بهاي الآلية. طيب إذا سيد محمد، يعني ارتفاع سعر الأمبير إلى أكثر من 25,000 دينار، بعض يعني المناطق مثلا محافظة ميسان أو الديوانية ربما يعني خفضت من سعر الأمبير إلى 8.5، يعني هذه الاختلافات بأسعار الأمبير كيف تتعاملون معها؟ لا مو هيك الكلام، مو هيك المسألة أنه الأمبير الدولة قاعد تحسن البنافة 7000، سعر الأمبير 7000 والكل متجمع سعر الأمبير 7000، ما عدا كل مشكلة بهذا ولا مطبين على الناس الكهرباء ولا أبد. المشكلة بنكون بالتشغيل ال 24 ساعة، التشغيل الذهبي اللي الناس تحتاجه هسه بهاي الظروف القاسية الحر وما شابه. الشغلة في الغاز التجاري ما ندعمنا، ما مطينا غاز نهائيا، بس ال 8.5 احنا ناخذ 7 مو 8.5 بناء على تسعيرة المحافظة، وطونا غاز 30 على الكيفي الواحد 30 لتر وده شغل طبيعي وماكو اي مشاكل بهذا التشغيل. بس التشغيل الذهبي ما مطينا اي غاز نهائيا، ولازم نشتري من الاسواق، والغاز كنا نشتري ب 130 135 وحتى 140 وما عندنا مشكله، انشغل طبيعي. وهاي السنين كلها المضت احنا ماشيين على هذا الجدول، اي تنفق ما صار. بس اللي صار هالسنه انه سعر الغاز اللي نشتريه التجاري صار علينا 200,000 دينار للبرميل الواحد. شلون احنا نشغل البرميل اللي يخلص عندنا خلال اقل ساعه، نشغل الغاز وناخذ من المواطن 7000 بكل مدريد الدوله، الدوله تقول شغلوا احنا 7000 من المواطن على الامبير. يعني شلون يعني ماكو اي قياسات بين التشغيل وبين سعر الغاز وبين التسعير سعرتها الدوله، فاكيد راح يزداد سعر الامبير والمواطن ما عنده القابليه على دفع السعر اللي يفرضه ابو المولد عليه لانه الغاز غالي. طيب يعني سيد محمد، هذه الأضرار ربما تقع على عاتقكم أيضا، يعني أنتم أيضا من ضمن المواطنين، إذا أطفأتم المولدات بالتالي ستدفع على منازلكم الكهرباء، أليس كذلك؟ لكن أتساءل يعني الحكومة المحلية لمحافظة بابل مثلا كيف تعاملت مع هذا الأمر وبماذا تطالبونها؟ يعني الحكومة المحلية تعاملت بهذا الأمر أنه قاعد تلاحق أبو المولدة وتقول لازم تشغل أو أسوي عليك عقوبات صارمة، لازم تشغل. يعني أبو المولدة يعني شو يسوي؟ ما يقدر يشغل أبو المولدة، وده يتأذون جماعة من عندنا أنه ما مشغلين. بس إحنا نقول التشغيل التجاري، ما نقول التشغيل اللي 12 ساعة اللي فارقته الدولة، هذا أبدا ما به أي تلفق، وكل المولدات ملتزمة به والأمور طبيعية جدا. بس التشغيل الثاني احنا سوالفنا كلها على التشغيل ال 24 ساعه والمحلات، المحلات التجاريه الغاز مالتها كلها اللي نشتريه من 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 يعني من مالنا الخاص، لان الدوله ما مطيت اي لتر غاز للمحلات، فخي يسمعون اهل المحلات هم ثانية هاي يجون هم ما عندهم علم هذا الموضوع او مكتوتين بكلام ثاني، احنا اذا قاعد نشتري غاز للمحلات من مالنا الخاص وقاعد نشغل فيه وناخذ سعر المناسب للمحلات هم تشمول، لا المفروض الدوله هم تعطينا غاز تحت المحلات التجاريه، يعني هي لا مطيه غاز للتشغيل الذهبي ولا مطيه غاز للتشغيل المحلات، ولازم يشغلونهم ولا اشتكوا عليكم المواطنين او المحلات عليكم غرامات وعليكم مسائل قانونيه وغرامات بيشتغلها وما بنعرف شو نسوي. طيب السيد محمد الجراح صاحب احدى المولدات الاهليه في بابل، نشكرك جزيل الشكر لانضمامك الينا ولايضاح هذا الامر، شكرا لك. بخروق جويه وبريه، صواريخ انقره تستهدف من جديد محافظه دهوك، والاتحاد الوطني يصف الوجود التركي في شمال العراق بالاحتلال. في
الشأن الصحي، أعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد، وذكرت الوزارة أنها سجلت 2364 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تمثل 986 شخصا للشفاء. وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في عموم محافظات البلاد. هذا وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن اللجنة العليا للصحة والسلامة تعد الموظف غير الملقح ضد كورونا موظفا غائبا وبدون راتب. المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد قال إن اللجنة قررت عدم السماح بمراجعة المواطنين الوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة بالمراجعين والتجمعات البشرية الكبيرة في حال عدم وجود ما يثبت خلوه من كورونا، أي أن نتيجة فحص سالب أو عدم وجود ما يثبت تلقيه لقاحا، مبينا أن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تتحمل مسؤولية تطبيق هذه الإجراءات ومتابعة منسوبيها وعد الموظف المخالف موظفا غائبا وبدون راتب. على قدم وساق تعمل المؤسسة الصحية في بابل تحسبا لأي طارئ بعد دخول البلاد بموجة خامسة من الاجتياح الوبائي التي تقر الجهات المعنية بخطورتها وتأثيراتها غير المحدودة. هكذا يبدو المشهد في الرتات الوبائية بمدينة مرجان الطبية. يستعد الكادر الطبي ويستنفر إمكانياته ويتهيئون للموجة الخامسة من الجائحة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات. احنا اكتسبنا بالفترة السابقة السنتين الماضيات اكتسبنا الخبرة بالتعامل مع المرضى ومع المرض نفسه، واحنا مجهزين بكامل الأجهزة والمعدات، وان شاء الله راح نكون عند حسن ظن المواطنين ومستعدين. عاودت كورونا للانتشار من جديد، ارتفاع تدريجي بنسب الإصابات توزعت ما بين اكتشافها بالمختبرات الحكومية أو الاستعانة بالعيادات الأهلية، مما أدى إلى تذبذب بأعداد الإصابات الرسمية. لكن أغلب الحالات هي حالات بسيطة، يعني غالبيتها يمكن معالجتها بالعيادات الخاصة والاستشاريات والطوارئ وممكن مغادرة المستشفى. حالات بسيطة دخلت المستشفى، يعني حالات من متوسطة من بسيطة إلى متوسطة دخلت المستشفى، تم إجراء اللازم وأغلبهم غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء. لا تزال أغلب الإجراءات الوقائية ضعيفة الالتزام من قبل المواطنين، منها التعفير أو حجر المصابين أو ارتداء الكمامات الطبية للحماية من انتشار الوباء. وبحسب مختصين في الشأن الطبي فإن الموجة الخامسة من جائحة كورونا ذات سرعة انتقالية عالية وتأثير إصابة أبسط من سابقاتها. من داخل الردهة الوبائية في بابل زيد الشهيب، قناة الرابعة. في شان آخر، رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي يعلن إقامة الحجاج العراقيين في وسط منى للمرة الأولى ضمن المنطقة القريبة من الجمرات، ويؤكد الاستعدادات الكاملة لأداء مناسك الحج. نحن الآن في مخيمات منى، جئنا نحن واللجنة المختصة لتفقد وضع سكن الحجاج العراقيين في وادي منى، الذي سيكون يبدأ إن شاء الله بعد الموقف من عرفة ومزدلفة. سيكون أيام التشريق مبيت الحجاج في هذا الوادي. طلعنا على وضع الخيم من حيث الجودة ومن حيث الخدمات، والحمد لله والشكر تم الاستعدادات كاملة لوجود تواجد الحجاج في هذا الموسم إن شاء الله. نأمل أن يكون موسم ناجح إن شاء الله. وما يميز هذا المكان هو أقرب بكثير من العام الماضي من حيث السكن ومن حيث الدخول إلى الجمرات، لأنه في هذه الأيام أيام التشريق يحتاج الحجاج سكن في منى قريب على الجمرات، وإن شاء الله تحقق في هذا الموسم. ولعله العام الوحيد منذ عشرات السنين سيكون العراق في مكان واحد.
اتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية أطرافا سياسية بالسعي لإثارة الفتنة الطائفية عبر المطالبة بإخراج الحشد الشعبي من ديالى. وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي إن الجهات السياسية الساعية إلى إعادة داعش وطرد الحشد الشعبي من محافظة ديالى عليها السكوت وإنهاء الفتنة، مؤكدا إن الحديث عن سحب الحشد والتركيز على الطائفية دليل على وجود مشروع لإعادة التنظيم الإرهابي إلى المحافظة وقيامه بمجازر ضد الأهالي. أما في الخروقات التركية المستمرة على أراضي العراق، شنت مقاتلات تركية غارات جوية جديدة على قضاء العمادية بمحافظة دهوك بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني. مصدر أمني ذكر أن الطائرات التركية قصفت منطقة السورة بالقرب من قرية سكير بقضاء العمادية، فيما أكد أن المنطقة تتعرض للقصف منذ أكثر من 3 أسابيع مخلفة أضرار مادية كبيرة وحرائق في الأراضي الزراعية. هذا وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني رفضه بشكل قاطع الخروق المتواصلة للسيادة من قبل القوات العسكرية التركية. وقالت النائبة عن الاتحاد إيمان معروف إن الوجود التركي في العراق احتلال ويشكل تهديد واضح لسيادة العراق، مبينة إن انتهاكات السيادة العراقية من قبل تركيا يشكل تهديدا واضحا. وأعربت معروف عن استيائها من عدم اتخاذ الحكومة العراقية موقفا لحفظ سيادة العراق. مدفوعا بانتشار البطالة وغياب التوعية، تحول العراق بين ليلة وضحاها من معبر لتجارة المخدرات نحو بعض دول الجوار إلى سوق رائجة لأخطر أصنافها. لم يزل العراق حتى سنوات قريبة أرضا خصبة لتجارة المخدرات، بل اقتصر الأمر على استخدامه كمعبر لنقل المخدرات من وإلى الدول التي تجاوره. لكن الأمر لم يستمر طويلا حتى تصاعدت نسب الإدمان والاتجار بالمخدرات وأهمها الكريستال، لتمتلئ سجون بأعداد كبيرة من التجار والمتعاطين للمخدرات مع تواصل الجهد الأمنية للقضاء على تلك السموم القاتلة ومروجيها. هناك عمليات كبيرة تقوم بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات استنادا لما جاء بقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، وبالتعاون طبعا مع كافة الأجهزة الأمنية لتفكيك شبكات التجار والمروجين والمهربين لهذه المواد، حيث تم إلقاء القبض خلال 6 أشهر الماضية على 8000 متهم بالتجارة والترويج والتعاطي، وضبط ما يقارب 5,100,000 حبة من حبوب الكبتاجون والمؤثرات العقلية، وعلى أكثر من 200 كيلو من المواد المخدرة. مادة الكريستال المخدرة تعد الأكثر خطورة، وانتشارها في البلاد مخيف، فيما أكدت الأمم المتحدة في تقارير سابقة أن الكريستال أصبح يصنع سرا في العراق، ورغم عمليات المطاردة والاعتقال بحق تجار المخدرات ووصول بعضها أو أغلبها لحد تبادل الاشتباكات المسلحة وأطلاق النيران، إن أغلب المدن العراقية ما زالت تسجل نسبا عالية في التعاطي والمتاجرة. هذا الموضوع موضوع مهم وشائك، كل فئات المجتمع لازم يشارك به، بدءا من العائلة إلى الشارع إلى المدرسة إلى كل دوائر الدولة. الموضوع مهم وخطير وحساس، وهو قد يفتك بشبابنا وبناتنا. هذه دعوة حقيقة لكل دوائر الدولة وكل الخيرين وكل المخلصين إلى العودة بالعراق إلى فترة ما قبل المخدرات. أكيد كل منتسبي وزارة الصحة، كل منتسبي القوات الأمنية بمختلف أصنافها تبذل جهود أكثر من طاقاتها في بعض الأحيان بالحد من الكثير من الظواهر السلبية، واحد منها ظاهرة انتشار المخدرات. يعني مع هذا احنا يعني نطمح بالوعي المجتمعي بالاهالي انه هي توصل الفكره الصحيحه لابنائها. وقد تكون البطاله وحاله الياس وجمله مشاكل حياتيه يتعرض لها الفرد العراقي مجموعه اسباب تجعل من نسب الاستهلاك للمخدرات ترتفع في العراق، مع وجود جهات تسعى لنشر تلك السموم بطرق مختلفه. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. هذا تذكير بأبرز ما جاء في جولتنا الإخبارية.
بين أسرار البارتي وتمسك اليكتي، الحزبان الكرديان يواجهان طريقا شائكا نحو قصر السلام، والإطار يحملهما مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة. لإذابة الجليد بين القطبين الإقليميين، الكاظمي يزور الرياض بعد مباحثاته الأخيرة في طهران، وإيران تعلن قبولها بتطبيع العلاقات مع السعودية. إضراب أصحاب المولدات الأهلية يغرق عددا من محافظات البلاد بالظلام، ومجلس الوزراء يقر حزمة من الإجراءات لزيادة تجهيز الوقود. بخروق جوية وبرية، صواريخ أنقرة تستهدف من جديد محافظة دهوك، والاتحاد الوطني يصف الوجود التركي في شمال العراق بالاحتلال. للمزيد من الأخبار وإبداء الرأي والملحوظات حول نشراتنا، يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تليجرام، تويتر، سناب شات، والتيك توك. شكرا لكم، في أمان الله.